السلام عليكم. بمناسبة قدوم رمضان حبيت أرجع بيكم شوية الزمان. إيه رأيكم لو عملت لكم فزورة كل يوم؟ هي مش طويلة على العموم، ولا أنتوا شايفين ملوش لزوم؟ إيه؟ بتقولوا موافقين؟ والحاجة زي كده أنتوا محتاجين؟ وكمان من سهولة حلها أنتوا متأكدين؟ طيب يلا بينا نرص الحروف ونشوف. واللي واصل معايا للآخر في العيد الكبير هجيب له هدية خروف. ويلا ظبطوا القعدة ورصوا الصفوف. اليوم وصلتني هذه الرسالة، قلت أعرضها عليكم لدراسة الحال. يظهر إن هشتغل بدل الخط أسيب الدلال. ومعانا أول عروسة وبعتت لي النهاردة السيرة الذاتية، لقيتها جامدة ولا السيرة الهلالية. بتقول فيها: يا علوة شوف لي عريس يملى عيني، ويا ريت ما تروحوش بعيد السيرة اهي جاية. عروستنا تاريخ ميلادها من آلاف السنين، اسمها الحضارة القديمة او الجديدة زي ما انتوا عايزين. المهنة طبعا انا حذفتها لتبحثوا عنها يا مفكرين، لمجال عملها ولمهنتها كل الطبقات محتاجين، وبشخبطتها تلاقي كل العمال ملتزمين. ممكن تلاقيها مرمية على سطح عمارة، وممكن تلاقيها ماسكة خريطة للحارة، وممكن تضيف لك لمسة جمالية ببالون وزمارة. يا ترى عرفتوا مين اللي شغلتها تفقع المرارة؟